وطلع بيهم على ملعب مختار التتش دلوقتي في اجتماع مع اللعيبه استشفى، وهيتكلم في الاخطاء النهارده والاستعجال اللي كان بشكل كبير النهارده، وهيشوف يعني بكره هيكون في تمرين او اجازه، لكن في دلوقتي استشفى للعيبه في النادي الاهلي في الجزيره في ملعب مختار التتش، وفي اجتماع ايضا دلوقتي، والباص توجه من ملعب السلام الى ملعب مختار التتش، ان الراجل ما كانش راضي عن كم الفرص الكبير، كم التسرع، كم الرعونه في اداره الفرص النهارده. طبعا ودي رساله مهمه جدا للعيبه في بدايه مشوار الدوري. طبعا الاداء عامه غير مرضي، النتيجه غير مرضيه ومفاجاه، تصرف المدرب شيء طبيعي، رده الفعل لابد انه هو يحصل فيه عتاب، يحصل فيه توبيخ، يحصل فيه شده شويه، يحصل فيه شرح للاخطاء اللي حصلت، عشان في مباراه قريبه قادمه لابد ان الفريق يخرج من هذه الحاله ويدخل في الحاله الاستعداد للمباراه القادمه، فده تصرف مطلوب بيؤدي الى شده مره ثانيه، اللعيبه تشد بعض مره ثانيه مع الجهاز، وتعهد بتحسين الوضع في المباراه القادمه. بس انا اعتقد ان هو يعمل استشفاء اكثر من انه هيعمل محاضره، لانه انت عندك مباراه ثلاث. لا لحظه، المحاضره في الوقت ده مش مجديه، لانه اللاعب بيبقى خرج من شد وعنده برضو يعني زعلان، ممكن يبقى يحصل اي تصرف من اي لاعب. لو انت انتقدت لاعب ما بعد المباراه مباشره ممكن يحصل رد فعل، مش انتقاد على قد يا كابتن النهارده، يعني معرفه الاخطاء. لا اخطاء، معرفه الاخطاء النهارده مهمه جدا، هي التسرع، مش خطأ. الفرديه، الرعونه، يعني كل زي ما انت حضرتك بتقول كل لعيب بيفكر في نفسه، دي رسائل مهمه جدا. لا انا عايز افهمك طيب حاجه، خلينا بس على الرساله علشان لحظة. لا انت قلت حاجه مهمه طيب. لازم اكملها وجهه نظر. طب عشان وقتنا اتفضل. لازم تكمل وجهه نظر. احيانا الرساله في وقتها بتبقى مفيده، ممكن تبقى مضره، عشان كده بقول لك ما ينفعش ان هو يخطف الفرقه في الوقت ده. تمام، بالعكس ده هو عمل حاجه كويسه انه راح يعمل استشفاء دلوقتي. كويس. عايز اخر تغييرتين للنادي الاهلي كانوا في الدقيقه 90، حسين الشحات خرج، نزل رضا سليم دكتور ثابت، وعمرو السوليه خرج ونزل سمير محمد الناشئ، طبعا نزل في وقت صعب وكان وقته قليل. هو الاثنين اللي خرجوا يعني كانوا من افضل الاثنين الصراحه، حسين الشحات وعمرو السوليه. حسين الشحات والسوليه كانوا عاملين شغل كويس.